بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج ملعب اس بي سي، الانطلاقة بالعناوين. غدا انطلاق مونديال العرب، هلا وسهلا حياكم الله في قطر. يومين ونشوف الأخضر في المونديال، قدام يصقرنا قدام. المسحل، الأوروبيون بالغوا في الطرح ورئيس الفيفا وضع النقاط على الحروف. حياكم الله مشاهدي قناة اس بي سي ومستمعين عبر أثير جدة اف ام، حلقة جديدة من برنامج ملعب اس بي سي. دائما يظهر لكم هاشتاق البرنامج ملعب اس بي سي، تقدر تشاركنا في رأيك ولاحظتك طروحتك كل ما يتعلق في حديثنا لهذه الليلة. بإذن الله تعالى راح نكون معكم على الهواء مباشرة على مدار الساعة القادمة. كذلك ضيوفي الأعزاء، رحب بالزميل العزيز الحمد لله على السلامة علي العنزي، حياك الله علي. هلا وسهلا عبد الرحمن، الله يسلمك، سعيدين بالتواجد من جديد، وبإذن الله تعالى حلقة تكون مميزة كالعادة. عبد الله الحنيان كمان الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. الله يسلمك، سعيد بالتواجد معك مع الزميل علي والزملاء الكرام. أكيد، وكذلك راح ينضم لنا إن شاء الله زميلنا نجيب الجداوي بعد قليل، ولكن خلونا ننطلق إلى التقرير اللي يتحدث عن افتتاحية المونديال غدا، مونديال كل العرب. الخميس 2 ديسمبر من عام 2010 للميلاد، وفي مدينة زيوريخ السويسرية كان اليوم المنتظر للعربي وللقطريين بالتحديد، عندما أعلن جوزيف بلاتر رئيس الفيفا حينها فوز ملف الدوحة لتصبح قطر أول دولة عربية تنال استضافة كأس العالم. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. بعد هذا الإعلان لبست الدوحة ثوبها الجديد وأنشأت العديد من الملاعب والبنية التحتية المساهمة لاستضافة تاريخية لمونديال يقام لأول مرة في دولة عربية وخليجية. في 7 بتوقيت الدوحة تتجه أنظار العالم إلى ملعب البيت في أول لقاءات مونديال قطر 2022، حيث سيواجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري ضمن منافسات المجموعة الأولى. الدوحة سعت إلى تقديم نموذج ملهم من استضافات كأس العالم ليرى العالم أجمع كيف سيكون المونديال العربي القطري الأول من نوعه بصورة باهية. هذه مواجهة الافتتاح مشاهدين ومستمعين الكرام، راح تكون بين قطر والإكوادور بإذن الله تعالى الساعة 7 مساء على استاد البيت غدا بإذن الله تعالى 20/11. عشان احنا قاعد نتكلم على كأس العالم وقاعد نتكلم على قطر، راح نتحول بشكل مباشر إلى مفودنا من الدوحة الزميل العزيز سعد سبيعي. حياك الله سعد، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير عليك عبد الرحمن وعلى السادة مشاهدين برنامج ملعب اس بي سي وعلى زملائك في الاستوديو الزميل عبد الله والزميل علي وأيضا الزميل اللي بيلتحق بينا بإذن الله نجيب. بإذن الله تعالى الأجواء كلمني عن شايف عبد الرحمن سم كلمني عن الأجواء. إي والله أنا كنت ببدأ معاك، يعني تعرف أنا كنت بنقل لك الأجواء يعني قبل لا تسأل، ولكن الأجواء مثل ما أنت شايف يعني أجواء مونديالية. من أن تطا قدمك دولة قطر تشعر بضجيج المونديال، تشعر بشغف الكرة القدم، تشعر بمتعة التنافس الرياضي الجميل بين الكثير من الثقافات العالمية المتنوعة المتواجدة، مش بس 32 ثقافة عالمية متواجدة اليوم على أرض قطر، هي ثقافات متعددة يعني في سوق واقف، في الأماكن السياحية الأخرى نشوف كثير يعني تحديات بين أنصار المنتخبات المشاركة وأيضا حتى أنصار منتخبات غير مشاركة، ولكن تأتي إما لتحفيز منتخب أمام الآخر أو بخلافه. نشوف الجماهير البرازيلية تقف بجانب الجماهير السعودية أمام مواجهة الأرجنتين، وأيضا على الصعيد الآخر الجماهير الأرجنتينية تسوي نفس الشيء. فهي يعني هي تفاصيل مختلفة، تفاصيل لا تتواجد إلا في
في جميل. ارض المونديال، ارض مونديال كل العرب، قطر والدوحه تحديدا. جميل سعد، حكينا عن تجربتك اليوم، وصولك، ذهابك الى التجمعات الجماهيريه اللي كانت فيها، كيف هي الحركه المروريه، كيف هو التنظيم، كيف شايف الوصول؟ صحيح عبد الرحمن، يعني كان في ملاحظ جدا سلاسة التنقل بين أمانة من ساعات الصباح الأولى اللي وصلت فيها اليوم إلى دولة قطر، عملية الإجراءات في الجوازات في المطار إلى أن حتى غادرت عن طريق المترو إلى مقر السكن، كانت العملية جدا سلسة جدا يعني بشكل مريح. التنقل أيضا بين الأماكن السياحية مثل سوق واقف، مثل درب لوسيل، مثل حديقة سباير، العديد من الأماكن، حتى مثل فانزون في البدع، كثير من الأماكن إن شاء الله بتكون متواجدة معنا خلال الأيام القادمة في تغطيتنا عبر برنامج ملعب اس بي سي لوضع المشاهد في الصورة المرجوة بإذن الله. أما سلاسة التنقلات أما كل شيء موجود جميل، العالم تنتظر، العالم أجمع ينتظر بداية المونديال غدا بإذن الله حينما تستضيف قطر العالم بأسره. طيب سعد، اليوم حضرت تدريبات المنتخب، كيف شايف الاستعدادات بالنسبة للمنتخب السعودي؟ كان في حديث للكابتن علي الحسن كذلك، كيف شايف الأجواء بالنسبة للمنتخب؟ في صعيد صقورنا الخضر أمانة يعني أمورهم إيجابية إلى حد كبير. العزل اللي تقوم فيه إدارة الأستاذ ياسر المسحل والجهاز الإداري بقيادة الكابتن حسين الصادق هو مجهودات رائعة جدا، ولمستها اليوم في التواجد في منتجع شاطئ سليان مقر إقامة الصقور الخضر أمام معنويات عالية. للعلم عبد الرحمن، المعسكر اللي يقيم فيه المنتخب السعودي هو معسكر تم يعني السيطرة عليه من قبل إدارة المنتخب السعودي قبل سنتين، يعني تحديدا بعد مباراة السعودية وأوزبكستان في الرياض في يناير 2020، استقرت إدارة المنتخب السعودي وكانت يعني واثقة بالصقور الخضر أنه بإذن الله ستتأهل إلى مونديال كل العرب 2020. المعسكر مجهز بكثير من الفعاليات، كثير جميل. من الفعاليات الترفيهية حتى للاعبين خارج الأوقات الفنية والتكتيكية التي يحددها السيد إيرفي رينارد. كنت في حديث مع أكثر من الزملاء الموجودين في الطاقم الأخضر، الجميع ينتظر بداية مباراة السعودية والأرجنتين في 1 ظهراً 22 نوفمبر، متفائلين، كلنا ثقة بصقورنا الخضر، بإذن الله الأخضر يستطيع أن يلعب ويستمتع ويمتع بإذن الله تعالى. بإذن الله. سعد، حولك أحد؟ حولك حواليك أحد؟ والله الجماهير يعني مثل شايف رايح جاية. سم تفضل، تفضل معنا يعني حبيبنا من جمهورية مصر العربية، نرحب فيك معنا عبر قناة اس بي سي وتحديدا برنامج ملعب اس بي سي. كيف شايف المونديال؟ كيف شايف الأجواء؟ مصر غايبة بس انه بس الجمهور موجود. بس الجمهور طبعا موجود عشان عندنا جالية كبيرة هنا، وفي نفس الوقت احنا هنا قطر بنحبها يعني، وكان البطولة العربية كانت موجودة هنا، كان في جالية مصرية كانت جامدة وكنا عاملين منتشرة كويسة، حاجة تشرف وحاجة جميلة وحاجة فخر للعرب، تنظيم جميل وحاجات حلوه والعرب كله، احنا كلنا جايين نشجع العرب، كل الاربع فرق عربيه، تونس، المغرب، قطر. اشتريت التذاكر مباريات الفرق الاربعه عشان انا بقى قطر، انا معجب ببلد زي قطر كده في السيستم والنظام بتاعها والجو بتاعها الجميل البديع ده، حاجه جميله بصراحه، حاجه تشرف يعني، والله انا سعيد. يعني مونديال مثل كده زميل عبد الرحمن، فقدنا تحديدا المنتخب المصري وايضا حتى الجماهير المصريه. لاعب امبارح لسه واخد احسن لاعب اول امبارح محمد صلاح، ما شاء الله تبارك الله، محمد صلاح دائما مبدع ورافع راس الكره العربيه مثل ما انت شايف زميل عبد الرحمن. الاجواء جميله جدا، حتى على الصعيد الاخر يعني لو نشوف عندك زميلنا المصور عندك رمضان يحط الصوره على تجمع موجود هنا، الجماهير المصريه متواجده معانا، في ايضا في الضفه الاخرى جماهير من المغرب، من تونس، من الجزائر متواجدة. نرحب فيك معنا،
مصر غايبه بمنتخبها ولكن جمهورها حاضر في المونديال. صح حاضر، كلنا حاضرين وكل ان شاء الله نشجع بتعزل كل المنتخبات، بتعزل المنتخبات العربيه اكيد. المغرب وتونس وقطر والسعوديه وكل. وش التذاكر اللي اشتريتها لمباريات المونديال؟ انا اشتريت ماتش المغرب وكرواتيا وماتش السنغال وهولندا. ما في الا ماتش عربي واحد بس اشتريت. ان شاء الله اشتري الدنمارك وتونس. بس انت تعذر بس بالكلام، نبي بالفعل نبيك تحضر الملعب. اشتري الدنمارك وتونس بس التذاكر خلاص شكلها كلها بتخلص. وانت كيف شايف الاجواء المونديالية قبل كأس العالم؟ والله افضل اجواء وافضل مونديال ان شاء الله بفضل الله. ان شاء الله قطر تحقق المستحيل في المونديال ده، وان شاء الله ان شاء الله اللي قطر تشرف كل الدول العربية، وان شاء الله قطر تاخد كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله قطر او اي منتخب عربي، هذه امنيه. او المغرب، ما دام القناه مغربيه. لا قناه سعوديه، احنا برنامج ملعب اس بي سي. او السعوديه. والله شكلك يا سعد شكلك مغربي. ها ان شاء الله ان شاء الله التنظيم عالي. وصراحه يعني احنا العرب شكلنا واحد يعني. طيب. فمثل ما انت شايف عبد الرحمن الاجواء يعني هذا صوت المونديال، الجماهير العربيه، جماهير منتخبات متواجده. جميل. يعني كلها يعني اجواء جميله. ممتاز. جدا. ممتاز. باذن الله انه تنطلق بكره عجله مباريات كاس العالم، ونستمر باذن الله المتعه عبر برنامج ملعب اس بي سي. شكرا سعد سبيعي. لكن الصوت والصوره زميل عبد الرحمن. شكرا جزيلا سعد سبيعي مفادنا من الدوحه لتغطيه فعاليات كاس العالم من كل الجوانب. حلوه حلوة الأجواء هذه يا علي. لا حلوة، وحلو اللوك المغربي عليه صراحة. إيه سعد يحسبونه مغربي هناك، وتحية لقناة المغرب يعني قمة الثقة مع عبد الله. والأجواء صراحة هناك ممتعة جدا. تكلم الأجواء الجماهيرية أجمل ما في المونديالات. صحيح. سبق وغطيناها أنه التواجد الجماهيري في كل الأماكن والمنافسات والمشاكسات وهذا مع هذا، وحتى مثل ما شفنا منتخبات أخرى غير مشاركة تميل لمنتخباتها اللي تحبها أو نجومها الكبار اللي يكونون موجودين في المونديال. طيب اليوم علي وزير الرياضة زار البيت السعودي، هذه الفعالية الكبرى اللي تقام في كأس العالم، تضم العديد من الفعاليات بصراحة بالنسبة للبيت السعودي، وندعو الجميع اللي يزور قطر يروح البيت السعودي ويزور وراح يشوف هذه الفعاليات كيف هي موجودة. كمان الوزير اليوم رايح قبل لا ينطلق كأس العالم بيوم ويشيك على الأمور ويشوف كل الاستعدادات بالنسبة لنا. عبد الرحمن أكيد راح تكون زيارة للمنتخب يعني لا محالة. هذا شيء مفروغ منه، يمكن الكلام عن سمو الوزير الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل ممكن شهاده تكون فيه مجروحه. العمل الكبير اللي جالس يقوم فيه على كافه الاصعده في كافه الرياضات، وتحديدا في كره القدم نتكلم فيما احنا الان في المونديال، العمل الكبير اللي جالس يسويه والتجهيزات والمتابعه والحضور للامانه عمل كبير جدا. احنا ما نقول الكلام عشان ودنا نمدح سمو الوزير بس، لان للامانه هذا كلمه حق لازم لابد ان تقال. اليوم هو موقف على كل الامور بنفسه، هو اللي يروح يشوف، هو اللي يروح يتابع، هو اللي يروح يحضر، هو اللي يشوف يكون متواجد بين الجماهير دائما. انا دائما احضر في الفعاليات الخاصه في وزاره الرياضه، دائما انا القى سمو الوزير موجود. صحيح. موجود حتى في الاماكن اللي موجود فيها المشجعين. جميل. يسمع لهم، ياخذ ارائهم، يتبادل حتى الحوارات معاهم. للامانه عمل كبير جدا وغير مستغرب عليه. جميل. عبد الله بروح لك للافتتاح، دائما الافتتاح شكله مختلف، واعتقد انه قطر راح يكون فيها افتتاح غير طبيعي. اليوم المبالغ المالية اللي دفعت على هذا المونديال لم تدفع في كل نسخ كأس العالم صراحة، من بنية تحتية، من لوجستية، من ملاعب وغيرها من الأمور، واعتقد انه راح يضمنها الافتتاح ان يكون بشكل جيد. لكن خلينا نروح للأرقام شوي. عندنا نتائج عبد الله في كأس العالم في الافتتاح، دائما مباراة الافتتاح تخوف بالنسبة للفرق اللي يلعبون فيها. صحيح، والمنتخب المستضيف يكون عليه ضغط كبير، لكن ثقتنا كبيرة ان شاء الله انه منتخب قطر يقدم نفسه بشكل ممتاز. والنتائج في النهاية. طيب. بعلم الغيب، لكن نبغى عرض يليق بالبلد المستضيف اللي كلنا ندعمه وندعم كل منتخباتنا العربية. شوف الأرقام قدامك عبد الله. إيطاليا 7-1 على أمريكا في الافتتاح، البرازيل 4 على المكسيك، ألمانيا 4 على كوستاريكا، البرازيل 3 على كرواتيا، وأخيرا 2018 إن شاء الله ما تنعاد هذه ولا عمرنا نشوفها إن شاء الله مرة ثانية، روسيا تتغلب المنتخب السعودي بخمس أهداف. بعدين تحس دقيقة. لأن يتحسن أداء المنتخب حتى بعد مباراة الافتتاح، تحس إنه تو يدخل الأجواء. صحيح. تكون الجانب النفسي فيها كبير يعني ما تكون فنية. تذكر منتخبنا ما كانت المشكلة فنية بقدر ما كانت يعني ما اللاعبين مصدومين من تلقي هدف وضغط جماهيري والعالم كله يتابع، فغالب مباريات الافتتاح تكون نفسية أكثر منها فنية، والمستويات تتضح في الجولات التالية. أكيد. حتى العرب اللي يلعبون مباريات الافتتاح اليوم، قطر
فلذلك لابد ان نذكر العرب بشكل عام اللي لعبوا مباريات الافتتاح وكيف كان ادائهم خلال الفتره الماضيه. من اجمل المباريات حضورا هي مباريات الافتتاح كحضور، ولكن من اصعبها على المنتخبات هي مباريات الافتتاح. شوف مباريات الافتتاح دائما تكون مختلفه. اليوم متى ما المنتخب، اي منتخب سواء كان قطر السعوديه اي منتخب هي السعوديه فقط الحين وقطر، لا السعوديه لعبت مباراه افتتاح والحين قطر بس. لا اتكلم على فكره التهيئه النفسيه للمباريات الكبيره. اليوم احنا نفتقد لهالشيء هذا، حتى لو انك تاخرت بواحد ولا اثنين في اول عشر دقائق ربع ساعه، هنا يبدا الدور الذهني للاعبين، الاستعاده، الثقه، العمل اللي كان يشتغل عليه فتره ماضيه. احنا لما نشوف نرجع 2018 نخسر 5 ثم نلعب قدام منتخب قوي جدا نخسر 1-0 ثم نفوز على مصر. يعني احنا كانت عندنا ممكن تكون فرصه كبيره احنا نتجاوز الدور الثاني. فدائما التهيئه النفسيه للاعبين، الحضور الذهني، انا اتوقع بعد كلام سمو سيدي ولي العهد للاعبين تحديدا نعتقد انه راح نشوف منتخب مغاير يعني مختلف جدا في المباراه الاولى تحديدا ضد الارجنتين. الرحمن عشان نكون واقعيين، انت تلعب ضد الارجنتين وميسي افضل لاعب في تاريخ كره القدم، مباراه كبيره ونجوم كبار في منتخب الارجنتين، وصعبه وصعبه حيل، لكن ما هي صعبه انك تظهر بمستواك الطبيعي باذن الله تعالى. طيب وباذن الله نظهر بمستوانا الطبيعي، وراح نتحدث بشكل موسع عن منتخبنا الوطني، ولكن عندنا فاصل المشاهدين الكرام وبعد الفاصل. السابعة بتوقيت قطر، عين العالم على ملعب البيت. حياكم الله مشاهدي قناة سبيسي مستمعين عبر أثير جدة، فمواصلين الحديث أكيد بكل تأكيد عن كأس العالم والحديث الكثير. اليوم كان في تصريح قوي جدا من رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد الدولي فيفا إنفانتينو، وكان أخذ صدى على جميع دول العالم، وأصبحت أنظار الصحافة العالمية على هذا التصريح. ليش؟ لأنه لأول مرة تقال كلمة الحق بشكل واضح ومباشر من شخصية اعتبارية مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. اليوم إنفانتينو الكلام اللي قاله في أجزاء كثيرة منه، هذه الحقيقة وهذه الواقع. احنا جايين نلعب كرة قدم، ما احنا جايين نلعب لعبة سياسية، وبالمعنى الصريح قال هذا الكلام يعني. وبكل تأكيد ضرب أمثلة كثيرة حول دول أخرى أقيم فيها كأس العالم وامتنعت عن بعض الأمور ووافق لها الاتحاد الدولي فيفا. فما أدري ليش التركيز كله على العرب وتحديدا قطر، واليوم قطر تمثل العرب أجمع، تحديد دول الخليج كذلك. فلأن كل دول الخليج الآن قاعد تساعد مع قطر على الاستضافة الكبيرة اللي قاعد تصير في الوقت الراهن. فكان إنفانتينو له حديث جدا قوي بصراحة، وتصريح اليوم اسمه تصريح ورسالة أن سميناها رسالة المونديال من إنفانتينو، ودنا نشوفها ونقرأ نرجع نعلق عليه من الزملاء. بروح بشكل مباشر لنجيب الجداوي. هذا حديث رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو عن استضافة قطر لكأس العالم، وهو رأى الاستعدادات الكبيرة اللي تكون فيها دولة قطر في الوقت الراهن لاستقبال جميع المنتخبات والجماهير وجميع العالم يكونون في قطر.
في البداية عبد الرحمن أرحب فيك وفي جميع الزملاء المتواجدين في الاستديو الزميل علي والزميل عبد الله وبجميع المتابعين وفريق إعداد البرنامج. عبد الرحمن جميل أن يأتي الحديث من أكبر هرم في الرياضة، أتكلم عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومؤسف أن تسيس الرياضة. يعني في كثير من الدول، كثير من الصحافة العالمية بدأت تشن حرب على قطر لأنها دولة عربية، دولة إسلامية قاعدة تطبق عادات وتقاليد وأنظمة معمول فيها في هذه الدولة. على الجميع أن يحترم القرارات والتقاليد في كل دولة. شفنا عبد الرحمن مو بس رئيس الاتحاد الدولي، شفنا كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وأكثر من لاعب خرج ويتكلم وقال إحنا جايين نلعب كرة قدم ولا ليس لنا علاقة في أي أمور أخرى. يجب أن يحترم الجميع كل الأنظمة في أي دولة كانت، زي ما القطريين يحترمون الأنظمة في كل الدول. فشكرا لرئيس الاتحاد الدولي لأنه تحدث بصدق وشفافية. اليوم قطر كسبت حقوق الاستضافة بنزاهة ولم تأتي من الشباك أو من أي طريق آخر. فعلى الجميع أن يحترم هذه الأنظمة وهذه التقاليد والعادات، وبكل تأكيد قطر قادرة على أنها تنظم هذا المحفل الكبير بكل جدارة وبكل استحقاق. والجميع اليوم يشيد بما تقدمه قطر عبد الرحمن، سواء من وفود رسمية رئيس الاتحاد الدولي، الجماهير اللي وصلت إلى قطر أيضا، الكل يشيد. شفنا اليوم الجماهير اللي خرجت مع الزميل سعد السبيعي كيف كانوا يشيدون بالتنظيم وبالأجواء. وبإذن الله نعيش كأس عالم مختلف، كما يقولون المنظمون للبطولة بأن كأس العالم هذا هو كان حلم، وسنقدم كأس عالم مختلف ومبهر. بروح لك علي بحديث قوي بكل صراحة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو، وحديثه لموجه لكل العالم لكل المنتخبات. يقول لك عندي 211 عضو في الاتحاد، هل نتعامل معهم بشكل متساوي؟ شوف عبد الرحمن قال كلام في رسالة المونديال، صراحة كان هو اللي للأمانة يعني حط النقاط على الحروف. 3000 سنة يا أوروبا أنتم تعبثون في كرة القدم وأسسها ونظامها. عبد الرحمن الأوروبيين ما عاد صاروا يعرفون وش اللي يبونه، شيء للعرب ما عاد يبونه، شيء لهم حلال عليهم حرام علينا. باختصار شديد كانوا يتكلمون كثير عدم تدخل السياسة في الرياضة. كلنا جالسين نشوف اللي يصير ما بين روسيا وأوكرانيا، كيف الاتحاد الإنجليزي قاعد يقاتل على هالموضوع. على هالموضوع عبد الرحمن احنا للأمان احنا بشر نعرف الصح من الغلط. اللي جالس يسوي بعض الاتحادات الأوروبية في هالموضوع أقل ما يقال عنه عيب. لكن أنت تتكلم على عيب على ناس أساساً ما تعرف العيب، تتكلم على أمور اليوم حتى جالسين يطلعون في بيانات رسمية أنهم يتحملون أي عقوبة تجي طالما أنهم يبون يمارسون شيء أساساً في البشرية ما هو موجود. جالسين يخترعون أنظمة ويجيبون للناس حتى ممكن أمراض من خلال الأفكار اللي جالسين يعيشون فيها، يحاولون يغذونها إلى المجتمعات العربية. أنا أعتقد الرسالة كانت واضحة صريحة. احنا عندنا نظام اساس الاتحاد الدولي مع دولة قطر متفقين عليه، وانا اتوقع وباذن الله تعالى انه بيكون مونديال للتاريخ. اليوم نجم عالمي بقيمة كريستيانو رونالدو يدعم هالمونديال ويتكلم عليه بصراحة بشكل كبير جدا، ويتكلم ان احنا ممكن نشوف مونديال ما سبق صار. اليوم كل النجوم العالميين اللي موجودين ثلة منهم اللي هم ينتمون الاتحاد الإنجليزي هم اللي جالسين يحاولون يشوهونه. عدا ذلك بإذن الله تعالى تكون بطولة موفقة. عبد الله وصف هذه الانتقادات بالنفاق. إذا كانت أكبر همومكم هذه الانتقادات اللي قاعد تقولونها، يقول أنا مستعد أستقيل وأجلس على الشاطئ للاسترخاء. صحيح، نتكلم لما يتدخلون في موضوع العمال، حقوق العمال و موضوع دخول الكحول إلى الملاعب. في دول أوروبية تمنع دخول الكحول. هو ذكر فرنسا وغيرها من الدول. ذكر فرنسا وأكثر من مثال دول كروية يعني من دول الصف الأول تمنع. أنت ما عرضت عليهم، تعرض الآن على كأس عالم في قطر. هذا استقصاد، والرد لما جاء من أعلى سلطة اللي هو الفيفا ورئيس الفيفا في قبل المونديال بيوم واحد كان إنصاف صراحة.
وجاء في وقته ورد ملجم الجميع الإعلام الغربي والنجوم السابقين والحملات الممنهجة لتسييس المونديال وتغذية الحملات اللي تدعم مبادئ أسميها رخيصة، تكلم عن دعم المثليين عافانا الله أو دعم موضوع الكحول أو موضوع أيضا نقطة حقوق العمال وما إلى ذلك، تكلم بدأوا يطلعون عن الإطار العام عن الرياضة بالكامل، مو سلفة ملعب وكرة قدم وجاهزية قطر وبنية التحتية. وأنت لما تنتقد استضافة كأس عالم روح للجانب اللي يتعلق بكرة القدم، تكلم عن تهيئة ملاعب، بنية تحتية، مواصلات، تسهيل وصول المنتخبات. شفنا شغل على أعلى مستوى واستعداد أشادوا فيه الفيفا اللي هم الجهة الرقابية والسلطة الوحيدة المخول لها أنه تمنح حقوق كأس العالم وتسحبها من أي دولة. بس لما يجيك نجم سابق يغذى بالأفكار ودعم لدعم حملة معينة ضد دول منطقة معينة، نتكلم عن الخليج عن العرب، هنا صراحة لما جاء الرد أتلج صدور الجميع، كل منصف كل متابع رياضي لأجل الرياضة فقط. الميزة في حديث إنفانتينو اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتحدث عن حدث معين ويتكلم عن الأسباب ويتكلم مش الحلول اللي تمت، يعني يتكلم مثلا على سبيل المثال عبدالله يمكن ذكر العمالة الموجودة في قطر اللي اشتغلت، طبعا هذا القرار قبل 12 سنة، يقول لا يمكنك تنتقد قرار قبل 12 سنة واليوم قطر تقدم عمل ممتاز، واليوم العمالة اللي في قطر وجدت مستقبل وجدت أمل، اليوم في 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 مدخول شهري لهؤلاء العمالة الموجودة اللي قاعدين يعملون لكأس العالم، ولا تحصلون فرص في أوروبا، ولا تحصل فرص في أوروبا. هو ذكر هذا الكلام، قال إنه خلي يأخذونهم أوروبا وتكلم كأوروبي. قطر توقع مع الهند لتعليم 25 مليون طفل هندي تابع لأسر العاملين الموجودين هناك. إضافة لذلك اليوم تم عمل مكتب خاص للعمالة المهاجرين الموجودين في قطر بمتابعة كاملة من الفيفا. فلا أعتقد إنه في دولة اليوم يا رب لك الحمد خليجية أو عربية ما هي بقادرة إنه تحتوي الأمور اللي عندها وبكل يسر وسهولة، ولكن الأصوات كثيرة وهي أصوات من العدم بكل صراحة، يعني وحتى اللاعبين السابقين اللي ما عنده صوت في أوروبا بشكل كامل جلس يتحدث عن كثير من الأمور. ياسر المسحل زميلنا سعد سبيعي سأله على تصريح إنفانتينو تحديدا وكان لرد على هذا الأمر وتعليق، خلونا نشوفه. طبعا ما في شك أنه إحنا تركيزنا الكامل والكبير على منتخبنا السعودي وعلى استعداداتنا، ولكن ما في شك أنه اليوم أعتقد رئيس الفيفا وضع عدة نقاط على الحروف و يعني أوضح أنه في مبالغة من بعض الجهات الإعلامية في أوروبا في انتقادها أو في يعني مبالغات في الطرح، ويعني الحمد لله أنا أعتقد الأشقاء في قطر وضعوا تجهيزات رفيعة المستوى. أنا حضرت بعض كؤوس العالم السابقة، لم أجد حقيقة تسهيلات وتجهيزات مبدئيا مثل اللي شفناه. أنا متفائل حتكون هذه النسخة أفضل نسخة لكأس العالم، ويعني ما نبغى إحنا نضيع تفكيرنا في الأمور الخارجية، لكن أعتقد شفت عدد من النقاط من أجوبة السيد جياني اللي حقيقة أنا أحييه وأشكره بحكم أنه أيضا هو يعني شخص من أوروبا، أعتقد يعني أعرف كيف يرد على هذه النقاط بشكل جدا ممتاز. نرجع لملاعب كأس العالم، استاد البيت على بعد 35 كيلومتر شمال وسط الدوحة، يعني نص ساعة أنت في منتصف الدوحة تقدر توصل للملعب. ما بين استاد البيت واستاد لوسيل أنا شفتها في جوجل ماب 20 دقيقة راح توصل له، طبعا هو 20 كيلومتر شمال الدوحة. استاد أحمد بن علي على بعد كذلك 20 كيلومتر غرب وسط الدوحة، استاد الجنوب على بعد 22 شرق وسط الدوحة. عطونا اللي بعده يا شباب. استاد ثمامة على بعد 12 كيلومتر، المدينة التعليمية على بعد 7 كيلومتر شمال غرب وسط الدوحة، كلها من منتصف الدوحة نتحدث يا شباب. استاد خليفة الدولي على بعد 11 كيلومتر، استاد 974 على بعد 10 كيلومتر من متوسط الدوحة، يعني باليوم تقدر تحضر كم مباراة؟ تقدر بعد تتكلم عن شبكة القطارات والمترو والربط بين الملاعب، نقاط الملعب كلها فيها، يعني في اليوم تقدر تحضر 3 مباريات إذا 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 جيت مباراة الظهر. عندك لياقة عبد الرحمن، عندك لياقة. أقول فرضا لا لا لا، الأوروبيين يسوونها عبد الله، يحضرون 3 مباريات. كثير من الناس تسويها يعني، وأنا أعتقد إحنا
عندنا الجلد ان نسويها يعني، لا تعتقد انه ممكن ما نسويها، لا نسويها، لانك تطلع من مباراه اللي الساعه 1 الظهر تخلص الساعه 3، انت اوريدي في مباراه بعدها، لو تجي معدي 10 دقائق على المباراه ما عندك مشكله يعني. صحيح، اتكلم عن مباراتين، معدل مباراتين للتغطيه الاعلاميه اعتقد انه لا لا حضور جدا. حضور انا اتكلم حضور تغطيه اعلاميه، لا ما يمديك مباراه واحده تجي قبلها تجي بعدها، لا اتكلم انه كحضور، اتكلم حاضرين عبد الله. اكيد اكيد الحضور بيكون كذا، وفي مناطق اصلا مخصصه للحضور، شفنا اليوم افتتاح منطقة المشجعين من رئيس الفيفا وكبار النجوم، منطقة المشجعين في البدع قريبة من السوق واقف، منطقة ضخمة جدا، اعتقد جوها جو الملعب، اجواءها اجواء الملعب، احنا شفنا الفانزون في 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 مونديال روسيا كيف كان يعني اجواء الملعب صح. بالكامل الحماس صح. تفاعل الجماهير وما الى، مو بكل مباراة تقدر تحضرها، تتكلم عن حجوزات، ضغط كبير على الحجوزات مثل مباراة اسبانيا والمانيا، ما اعتقد ما انا ما اعرف احد حجزها، ما سمعنا اصلا احد حجزها، ايوه، فلانه عليها ضغط كبير، فانت ممكن تحضرها في الاجواء الجماهيريه هذه، مباراة صح. كبيره منتظره في دور المجموعات، اكيد انك ممكن تحضرها في منطقه المشجعين بكل تاكيد. علي، قرب المسافه ما بين الملاعب عامل مساعد، هذه اول مره تصير في التاريخ، واعتقد لن تحدث مره اخرى يعني في كاس العالم، والعلم عند الله يعني، لانه صعب حجم الدوله هو اللي يعني جعل لهذه ميزه. شوف ميزه، وميزه جدا جميله للامانه، وانت تتكلم على ملاعب صراحه عالميه، ملاعب الكل يتمنى انه يحضر فيها، قرب المسافه مثل ما قال عبد الله، هي التذاكر هي الاساس الاول، اذا كنت تملك التذاكر فانا أكيد. اعتقد موضوع انك تحضر المباريات الثلاث في يوم واحد امر لا محاله، الناس اللي جايه قطر هي جايه عشان المونديال صحيح، وجاية عشان تشوف المباريات بس، ما هي جاية انها تتمشى او انها جاية سياحية، جاية غرض ان احنا نحب الكورة، نتابع الكورة، نتابع المباريات بالكامل. اكيد. عبد الرحمن، احنا في البيت لو نجلس نتابع، بنجلس نتابع من 1 لين 11 نتابع المباريات. صح. بالعكس، فما بالك ان الملاعب صارت قريبة 20 دقيقة من ملعب الملعب، انا اشوفها صراحة شيء جدا جميل. طيب، للمشاهد والمستمع، لا تعتقد انه بس في قطر في كأس عالم، في السعودية كمان في كأس عالم. في مناطق تم تهيئتها بشكل جدا رائع لحضور كأس العالم، واعتقد انه راح نتطرق لها خلال البارت القادم من الحلقه. المشاهدين والمستمعين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل مشاركه سادسه منتظره، الله معك يا الاخضر. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمعينا كذلك، اكيد كل يوم عندنا ارقام وحقائق عن كاس العالم، راح نشوف الزملاء اظهروا لنا حقائق وارقام عن كاس العالم، نبغى نشوفها وناخذ تعليق الزملاء عليها. أبرز لاعبي مونديال قطر أكيد ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما. وين مبابي؟ مبابي موجود، هذا الحين بيطلع لك مبابي، شفه شلون طلع لك، دي بروين بلجيكا، مبابي فرنسا، العجلة مو بزينة، ونيمار من البرازيل. كان ودي والله سايدو ماني يكون موجود صراحة من هذه الأسماء، كان ودي محمد صلاح يكون موجود من ضمن الأسماء، لكن هذا الإصابة وهذا يعني المنتخب ما تأهل. نجيب الجداوي، وش اللي شدك من الأرقام الموجودة؟ والله شدني عبد الرحمن صراحة الدوري السعودي 30 لاعب كأكثر دوري يتواجد فيه لاعبين في المونديال، صراحة قيمة كبيرة للدوري السعودي ورقم صراحة جدا مهم.
يعكس حجم قوة هذا الدوري واللاعبين، يعكس النجاح الكبير لتواجد اللاعبين المحترفين في الدوري. أيضا عبد الرحمن، تواجد لاعبين كبار في الدوري السعودي يعني يعطي ترويج كبير لدورينا، الدوري الأقوى في المنطقة. عبد الله، صراحة أنا شفت ركزت على نقطة الأكثر تسجيل للأهداف، ألمانيا توقعت البرازيل، أنا لأنه أتكلم عن تواجد دائم في المنافسة، قوة ضاربة، نجوم كبار، بصمات لا تنسى للبرازيل في المونديالات. المتعين عبد الله ما يوقفون ولا يكتفون بعدد الأهداف اللي يسجلونها، يعني لو يلعب نتيجة 5-0 ودي يسجل السادس والسابع، يعني لازم يحسون أنه أنت ضعيف، إحنا سيطرنا عليك. عشان كذا انا ماني متشائم مره من ناحيه تلقي اهداف كبيره، لانه اتكلم عن عندك منتخبين من امريكا الجنوبيه، ايه امورهم زينه وحتى بولندا مو هو بذاك المنتخب الشرس جدا في على الصعيد والله ليفي يخوف، شوفونا ربعنا ان شاء الله يلقون طريقه ان شاء الله باذن الله تعالى. علي، عبد الرحمن، شدني ان 96% من لاعبين المنتخب الارجنتيني يلعبون خارج الارجنتين، و100% من لاعبين السنغال. لا انا تكلمت على الارجنتين لان الارجنتين وفي مجموعتنا اللي لاعبين اساسا كلهم يلعبون في الدوري المحلي عندنا. تتكلم على فارق الامكانيات بشكل كبير جدا، رغم ان عندنا مواهب وعندنا لاعبين ممكن يلعبون في اوروبا بشكل عادي جدا للامانه، لكن الفارق الفني بين المنتخبين فارق كبير، يظل الارجنتين، ظل احنا السعوديه. نتمنى اللاعبين يستشعرون في المسؤولية. عبد الرحمن، احنا ما نطالب انك تفوز ولا التعادل ولا اي شيء، احنا نطالب العب بمستواك، قدم اللي انت الكورة اللي تحس انك انت تعرف تلعبها، جاهز تجهز عليها، وقفت الدوري قبل شهرين عشان تستعد لها، العب بالشكل المريح والمطلوب، مو بلازم تحقق نتيجة لكن لازم تحقق مستوى على الاقل، نقول يعطيكم العافية. طيب نجيب، تحس انه هذه من اهدى المشاركات اللي عشتها للمنتخب في كأس العالم، تحس انه هدوء، ما فيه ردود الفعل العالية، ما تحس انه فعلا عبد الرحمن، يعني المشاركة هذه للمنتخب السعودي صراحة في اتفاق كبير حتى على الأسماء المختارة، على الرغم من يعني بعض الشكوك اللي صارت في الفترة الأولى، لكن الاختيارات الأخيرة كان في اتفاق تقريبا كامل من الجميع على الأسماء المختارة. التحضيرات للمنتخب السعودي، الاستقرار الفني من قبل السيد إيرفي ريناد، سواء على تواجد إيرفي ريناد على رأس القائمة أو حتى اللاعبين المشاركين مع إيرفي ريناد من أول التصفيات إلى نهاية التصفيات. في الأخير نتمنى أنه المنتخب السعودي يقدم المستويات اللي إحنا نتمناها كشعب سعودي. ايضا الرساله اللي قدمت من قبل سمو سيدي ولي العهد اتوقع راح تخفف الكثير من الضغوطات، وراح تجعل اللاعبين يلعبون باريحيه كامله. اليوم القرب الجغرافي عبد الرحمن ما بين قطر والسعوديه راح يعطي دعم كبير للاعبين حتى داخل الملعب، يعني اتوقع مباراه الارجنتين والسعوديه راح يكون فيها تواجد جماهيري كبير وكبير جدا من قبل الجماهير السعوديه، واحيانا يعني الارض والجمهور تعطي يعني داعم كبير وتكون لها فائده وادفانتج للمنتخب اللي يكون صاحب الارض، وبكل تاكيد السعوديه في قطر تعتبر صاحبه ارض. اكيد. أروح لزميلنا ومفادنا من الدوحه سعد السبيعي، عمل لنا لقاءات في احد التجمعات الجماهيريه في مونديال قطر، خلونا نشوفها. اجواء خياليه في الدوحه والتنظيم كويس والامور ان شاء الله انها تامه. انت كيف شايف الاجواء؟ مبسوط؟ خشيت كاس العالم لسه؟ اجواء فوق الخيال الصدق. شفتك دقيت في طبله المنتخب الارجنتيني، ها وش الوضع؟ الوضع ان شاء الله ما في خوف، ان شاء الله ان الوضع طول عمر فوق لنا ولا علينا؟ لا لنا ان شاء الله، جالسين نمزح معهم بس، ولا القلب مع السعوديه. شفناك مصوريك. لا بس ان شاء الله الامور زينه ان شاء الله، والفوز للسعوديه. السعوديه هيعمل مفاجاه وهيصعد الدور الثاني، وهفكرك وهتعزمونا على كبسه. المنتخب السعودي هيصعد الدور الثاني، احنا ناقصين محمد صلاح الكاس العالم ذي. هتعملوا مفاجاه صدقني، المنتخبات العربيه هتعمل مفاجات، والمنتخب القطري والسعودي والتونسي والمغربي والله هيعملوا مفاجاه، انا متاكد من كده ان شاء الله، احلى مفاجاه. مجموعتك معك فرنسا، الدنمارك، استراليا، مجموعه صعبه صعيبه. فوز وتعادل يكفي. فوز وتعادل يكفي بس تتاهل. تتاهل كيف؟ الحمد لله مربوحه ان شاء الله. والله صعبه بس بمشيئه الله نحاول ونلعب بالجرينتا،
جوالات الكل تعطي ما عندها باذن الله ان شاء الله زينه وما نعرفوش ممكن لعبه حظ ممكن تدخل فيها عوامل اخرى بس الله اعلم ايش بس سعد بقير صح والله يعني. ايوه من المنطقه نتاعنا ايوه من الجنوب انت ايش بس سعد بقير كشكل اي من المنطقه نتاعنا هو من الجنوب فهمت الشمال والجنوب هو سعد بقير مش في المونديال والله مش في المونديال دخلت فيها برشا حاجات وتغششنا نحن تونس ككل خاطر ما دخلش في التشكيله بس الله المستعان ان شاء الله ان شاء الله نقدموا حاجه قدر المستطاع والله المستعان شكرا جزيلا. هذه طبعا الجماهير العربيه المتواجده في كاس العالم. طيب للمشاهدين والمستمعين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل ميسي يظهر امام الصقور الخضر في الدوحه. حياكم الله مشاهدينا الكرام ومستمعينا كذلك. مثل ما تعودتوا في الجزء الأخير من البرنامج ننتقل إلى الأخبار السريعة ونأخذ لنا لفة على المونديال وعلى الأخبار المحلية كذلك. لحد الآن لم يتدرب كريم مع بقية زملائه في المنتخب، وهذا ما أثار عدة شكوك حول جاهزيته لمباراة أستراليا. أما بالنسبة لمدافع فاران فرغم أنه يواصل التمارين بصالة الجيم إلا أن الطبيب الفريق يرى بأن مدافع مانشستر سيكون جاهزاً للمباراة الأولى. حسب ما أفادته بعض وسائل الإعلام الأرجنتينية فإن ميسي لم يتدرب لليوم الثاني على التوالي مع المجموعة، في حين صرحت مصادر موثوقة بأن ليونيل جاهز وما هي سوى عثرة من درج الموجود بملعب التدريبات. صرح لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا على أن الأجواء المنتخب جيدة وطبيعية ولا يوجد أي أمر غريب في المنتخب مع كريستيانو، حيث قال بأن المنتخب هو مجموعة متكاملة بوجود رونالدو والمهم هو المجموعة المتماسكة. وقع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف لمدة 5 سنوات مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن برعاية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تهدف إلى توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الإسكان التنموي. هذه طبعا اللاعبين المنتخب الأرجنتيني الغائبين عن تدريبات حتى الآن، ماركوس أكونيا وبابو غوميز، وطبعا ليونيل ميسي هو موجود في صالة الحديد يتمرن ولكن ما دخل تدريبات الجماعية. المصادر تفيد أنه كان في عرقلة وليس داخل التمرين، خارج التدريبات بالدرج وذهب إلى التمرين، ففضل المدرب أنه يريحه في تدريبات الأمس. نجيب الجداوي، إيش شدك من الأخبار حاب تعلق عليه؟ عبد الرحمن والله شدني أول شيء خبر ميسي، وهذا النوع عبد الرحمن من التدريبات حسب ما طلعت وقرأت أنا بأنها دائما هي تدريبات وقائية، يخافوا شوية على لاعب كبير بحجم ميسي. أيضا شدني عبد الرحمن خبر الهلال وتوقيعه المبادرة الإنسانية، جميل جدا أن نشاهد مبادرات إنسانية من قبل الأندية، وأتمنى بقية الأندية تحذو حذو الهلال، لأنه عبد الرحمن دائما العمل الإنساني ينهض بالمجتمعات ودائما مكانة الأمم تقاس بنهضتها. أكيد عبد الله، إصابة ميسي وموضوع مشاركته في المباراة الأولى مصادر عالمية كثير تقول أنه بيكون جاهز، وأنا قابلت يوسف الثنيان في مسرحيته في مسرحية الفيلسوف إيه؟ تكلمنا عن ميسي كان يقول أنه نحتاج أنه ما حد يراقبه مان تو مان، لازم دفع منطقة مان تو مان، خلاص بيروح وبتاخذ كرت ولا عاد بيتجاوزك. فتكلم عن لاعب مهاري زي يوسف الثنيان وأكثر من ممكن يشخص لك الوضع مع النجوم المهاريين، يعني أنك صح. لما تكون دفاع منطقة منظم ممكن توقف في وجه أي لاعب مهاري، لكن الجانب الفردي والتغطية الفردية الله يفتح علينا على قولتك. الله يفتح علينا، بس ميسي يعني قبل مثلا 4 سنين مو ميسي الوقت الحالي، ولكن يظل ميسي ليونيل ميسي يعني ما في حد
ما فيها خلاف، خايف ان ذا الكلام بكره يقصونه وهو مسجل هدف يقول لي هذا هو مو الوقت الحالي. لا عبد الرحمن، قيمه وامكانيه ميسي مختلفه جدا، حتى لو ما كان نفس العطاء الكبيره، اكيد النقله ما بين الدوري الاسباني الى الفرنسي ورتم المباريات يمكن ما يخلينا نشوف ميسي بشكل كبير، لكن ميسي يبقى ميسي. انا اعتقد نحتاج الدعاء، نحتاج الدعاء عشان ربي ييسر امورنا ان شاء الله في هالمباراه هذه تحديدا، في مباراه الارجنتين طبعا، مباراتين اللي بعدها لاعبيننا يقدرون. عبد الرحمن ما في شيء صعب، الكوره انا دائما عندي نظره فيها، ما في شيء صعب، ما في شيء انه مستحيل يصير. احنا نشوف الجزائر قدمت مونديال كان كبير، مصر امس قدام بلجيكا، لا مصر كانت مباراه يعني في احيان حتى لو وديه، ترى لا ترى الوديات اللي قبل المونديال علي ترى مهمه بالنسبه للمنتخب، مهمه، لكن انا اتكلم على الصعيد الرسمي، عارف انه يكون شيء مختلف جدا. المغرب قدمت مونديال 2018 ترى كان كبير وجالس تقدم مباريات حلوه، حتى لو انك ما تفوز وتنهزم فرق هدف ولا اثنين، لكن لما تطلع من المباراه تلقى الناس راضيه عنك. احنا نبي نوصل لمرحله اطلع من الملعب خلينا راضي حتى لو انهزمت. طيب خلينا نتحول الى بطاقة مواجهة الافتتاح ونرجع نعلق. قطر الإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة بملعب البيت. توقعك مباراة افتتاح؟ مباراة صعبة. هي صعبة صح؟ تعادل، تعادل يعتبر نتيجة جيدة. علي؟ أنا عندي إحساس مختلف أن قطر بتنتصر في المباراة الأولى. أنا أضم صوتي لصوتك فيها بصراحة، حاس كذا أنه ممكن تصير يعني. أنا في كذا في يعني تحس مباريات نفس هذه عبد الرحمن بالذات القطر، التهيئة النفسية والعمل الكبير للمونديال بيخلي اللاعبين يدخلون بشكل مختلف. قطر عبد الرحمن ترى قاعد يشارك بطولات خارجية خلال سنتين ثلاثة الأخيرة، تجهيز كبير للمونديال، إن شاء الله نشوف نتائجه في أول مباراة. أبى أروح لك نجيب، توقعك للمباراة الأولى؟ أتوقع عبد الرحمن فوز قطر، خصوصا المباراة سوف تلعب على أرضها وبتواجد رئيس الدولة الأمير تميم بن حمد، كل هذه الأمور راح تعطي دافع لقطر. عبد الرحمن أيضا قطر تمتلك خبرة في اللعب مع المنتخبات اللي من دول أمريكا الجنوبية، خصوصا بعد مشاركتها في كوبا أمريكا 2019، فأتوقع المباراة لن تكون صعبة. صحيح المفاجأة قد تحدث، ولكن قطر قادرة على التجاوز وتحقيق النقاط الثلاثة. جميل، خلوني اروح لتوقعات محللينا الفنيين، بس نتوقعهم مباراه بكره ما يروح عليهم، خلونا نشوف اعطونا اياها. اروح مع ابو الوليد يقول تعادل، عبد الحكيم تويجري يقول الاكوادور، احمد عطيف يقول الاكوادور، كارلوس سيفيا يقول كذلك الاكوادور، اللي راح يكون محللنا الفني غدا باذن الله تعالى في المواجهه الاولى. بس ولو عندي حس فني، انتم كلكم انت لا عندي حس فني، انا واخوك علي واخوك نجيب كلنا ويمكن لا انت تتكلم عنك انت العاطفه احيانا، انت لما تميل المنتخب او فريق، بس مو بكره اذا فاز قطر قلتوا لها مشت معكم اي والعاطفه لا احنا ننظر لها من منظور فني فني ما تقلون من الفنيين عاد لو ما قلنا احنا ما كل فني وجهه نظر صحيح لو سمحت يعني لو سمحت عبد الله عندنا في تويتر يقول عبد العزيز الشلالي قبل لا اختم البرنامج يقول بكل صراحه انا اشوف ضغوطات المنتخبات الاوروبيه هي من صالح المنتخبات العربيه واتوقع حضور قوي للمنتخبات العربية علي. شوف للأمانة نقطة جدا جميلة، لأن احنا دائما نشوف في البطولات العالمية المنتخبات من أوروبا ولا أمريكا ما بدون ضغوط، لكن جايين هم هنا عندنا تحس أنهم شوي مشحونين. فهذا أعطى انطماع عننا والمنتخبات العربية بعيدة عن الضغوط. إن شاء الله نقدم مونديال إن شاء الله للتاريخ بحول الله. طيب خلونا نشوف حكم مباراة الافتتاح بس عبد الله ناخذ طيب. معلوماته عشان أنك تعلق عليه كمان. هو دانييل أرستو، أرساتو عفوا، عمره 46 سنة، إيطالي، شارة دولية من 2010، أدار 32 مباراة دولية، وهو معروف طبعا حتى من الصورة يمكن تشوفه كثير في 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 المباريات الكبيرة بصراحة على مستوى الدول وعلى مستوى الأندية يعني. صحيح، وطبيعي أن نخبة الحكام بيكونوا موجودين في المونديال، ما في ما في موضوع أنه ممكن يكون حكم غير مناسب للمباراة أو أقل قدرة على تحكيم مباراة مثل هذه. أنا أتكلم عن نقطة المنتخبات العربية وإقامة إقامة البطولة في قطر في منطقتنا،
يجب ان تكون دافع لكل منتخب عربي انه انت تتكلم عن بيئه مشابهه، تتكلم عن طبيعه الحضور الجماهيري، طبيعه المكان، بخلاف يعني تتكلم عن كوريا واليابان ولا دوله اوروبيه بتختلف كثير، ولا امريكا الجنوبيه بتختلف كثير عن الجو والاجواء العامه والبيئه الموجوده في ملاعبنا. وان شاء الله ان تكون دوله قطر تحتضن مشاركات عربيه لا تنسى باذن الله تعالى. واعتقد انه للتاريخ اليوم كاس العالم هذا لا يحدث يعني كثيرا بصراحه، انه يكون احد الدول الخليجيه، وباذن الله تعالى نكون كذلك نمر بنفس ما مروا فيه اخواننا في قطر، ويكون عندنا كاس عالم في المملكه العربيه السعوديه. وصلنا للختام، شكرا علي العنزي، يعطيك العافيه. شكرا عبد الله تنيان. شكرا لك. شكرا نجيب الجداوي، يعطيك العافيه. شكرا عبد الرحمن. حكايتنا اليوم مونديالية مع الجمهور، نشوفكم على خير بكره، في امان الله. Thank you.